بتحدي إعداد أطباق من بقايا المأكولات ليعطوا هدف التحدي، والرسالة اللي وصلتوها كانت سلبية. شيف شربل، ما فيك تستخف ببقايا المأكولات وتحضر أطباقك بلا نفس وبلا رغبة. شيف مناف، حاولت تعيد تدوير المأكولات وتفرجينا قدراتك، بس اللي قدمت لنا إياه هو إعادة استعمال مأكولات مش إعادة تدوير. شيف تركان، الامتياز اللي حصلت عليه حولتيه لخسارة، استمرارك بتوب شيف صار واقف على الحافة. شيف نبيل، أخذت بقايا المأكولات عن الطاولة وتركتها بقايا بأطباقك، مستوى أطباقك الليلة كان ما دون المقبول. موعد العشاء اللي ضيعتوه بفندق الريتس رح يتحول لموعد واحد منكن مع آخر طبق قدمه لتوب شيف. شيف نبيل، سلم سكينك وامشي. شيف نبيل، عندك techniques, عندك confidence. All you need to do is decide when you really want to cook something بقلبك وهتقدم طبق هايل. شيف نبيل، انت عن جد انك بطل، بالتحديد بطل كسكس، وبطل كمان انك جيت على توب شيف. كل شيء عملته بالتأثير هويتك انت كشيف مغربي وتونسي، هاي شغلي كمان انت بطل فيها. بس انا بدروح على ايطاليا بدك تطبخ لي ان شاء الله. مرحبا بكم. والله شيف نبيل، انت ما بتقلد احد، انت جيت عندك الحلو من العالمين، سلطتك بالجزور واحساس انت فين تربيت، هو هذا حيكون السيجنتشر حقتك. خرج حبك واصولك وحقيقتك من تونس ومن المغرب وحطها في تقنيات وطعمات ايطاليا. كنا متاكد انك زي ما سمعنا انك انت بطل العالم في الكسكس، حنسمع انك انت بطل المطبخ العربي في ايطاليا ان شاء الله. شكرا شيف مولا. انا بديت بتوب شيف بمنافسه كثير قويه، اول واحد انا قعدت مع الحكام، اما بعد هذا المنافسه صعبت علي وما خلتنيش نطبخ كما انا نطبخ دائما بالحب وبالقلب. يو اكثر حاجه مش نتوحش بتوب شيف هم المشتركين. عندي كلام لكلكم، عشنا مع بعضنا، علمتوني كثير حاجات، انا ولا فخور بيكم وبالشغل اللي عملت معكم، نحبكم كثير. انت رئيس نبيل اخذت مطرح بكل قلب فينا، انا مأكد. مو فخور. باي جايز. باي. للاسف خلص حلم توب شيف.